طيب اليومين دول برضو ماشيه في الجو كلمه اصل العدل مش موجود، اصل لو لقينا العدل هناخد بطولات، اصل هو الاهلي بيكسب عشان ما فيش عدل، ويوصل الكلام. طب تعالى يعني ما نقول ايه هو ايه مظاهر غياب العدل. بطوله هي اتلعبت، رئيس اتحاد الكره طلع قال لك هتقولي اللوائح اللي اتبعتت للانديه، ما فيش حاجه اسمها البطوله هتتحسب بفارق الاهداف كحسم للبطوله. البطوله لما تقررت تقام بالنظام الاستثنائي ده ما اتعملت لهاش شروط خاصه. الاهلي ماله؟ فين غياب العدل؟ كابتن طارق امبارح هيقول لك ايه؟ لا احنا نلعب في دوري تاني بقى، احنا نشوف لنا دوري تاني بقى. يعني امعانا في الشعور بالمظلوميه. لا يا كابتن طارق، مش كده خالص، مش كده خالص بقول لك. لانه الحقيقه انه ده لاعب اخطا. لما يتقال له كابتن شوبير يقول له طب انت كراجل مدير قطاع الناشئين ايه رايك في اللي حصل كذا، يقول له لا ما شفتهوش. ده كلام برضه نتكلم على اصل غياب العدل. طب لو شفته، طب ادي تاني يوم وتالت يوم شفت. لا انا كنا كابتن شوبير اقول له طب لو المواقعه دي حصلت رايك فيها ايه؟ في المبدا انت بتتكلم مبدا، انا انما هو بيتكلم في امام عاشور. انت بتتكلم وتملي يختزل يقول لك شيكابالا معاه اربع خمس لعيبه يا اخوانا. امام عاشور معاه ست سبع لعيبه واداريين. هو في هو ده يعني زي ما قلت لك ثقافه عامه والناس جايه تعمل حاجه. واللي يغيظك بقى انه نفضل نسمع نفس المظلوميه حتى ما يتعلق بحقوق الرعايه والفلوس. اهي دراسات وارقام وحقوق واموال ومستحقات، لكن يتقال فيها اصله ما فيهاش عدل. ويوصل الامر انه كابتن ميثم عادل مدرب وراجل فني ولاعب دولي ومحلل وناقد عراقي في استوديو قناه عجمان استفز من هذا الاتهام بحته اصل المسابقه المصريه ما فيهاش عدل فيما يتعلق بحقوق الرعايه. نشوف الكابتن ميثم عادل. حتى البنوك وشركات الاتصالات تقول كلنا معك يا أهلي دون النظر لأي منافس. الأهرام المصرية دائما ما تضع العراقيل بوجه الزمالك عكس الأهلي. شوف عبد الله، عقود الرعاية والاستثمار لا تخضع للعواطف لأنها فلوس، مسألة فلوس، وبالتالي هناك تخضع للتقييم والإحصاءات والأرقام. اليوم ليس ذنب الأهلي، ليس ذنب الأهلي عندما يكون من ضمن 10 أندية شعبية في العالم، هذا ليس ذنب الأهلي. هذا مو كلامي، هذا كلام ثلاث شركات للتسويق والإحصاءات اللي هي أبسوس، اللي هي نيلسون سبورت، واللي بليند فاير. هذه الشركات أي شركة راعية اليوم عندما تجي تتعاقد مع نادي الأهلي أو الزمالك تذهب إلى هذه الشركات لتعمل إحصاءات حول قيمة هذا النادي. طبعا قيمة النادي ليس فقط بالإنجازات، يعني ليس معيار قيمة النادي هو انه يحصل على البطولات، لا. يعني مثلا ريال مدريد وبرشلونه اذا ما حصلوا على البطولات مثل الحين، مثل الان موجود انه ما حصلوا على بطوله اوروبا او ما حصلوا على هاي، هذا لا يقلل من قيمه البراند مالهم، يعني تبقى علامتهم التجاريه هي الاقوى في العالم. اليوم هاي الشركات ابسوس اللي ذكرتها، ابسوس ونيلسون سبورت وبلند فاير، هذه وضعت معايير لافضل الانديه العالميه. اليوم هناك 80 مليون مشجع في العالم يشجع الاهلي، هذا مو كلامي، هذا كلام ركان الحرفي اللي هو رئيس صله، رئيس شركه صله اللي كانت متعاقده مع النادي الاهلي، انت عرفت ولا لا؟ هناك 40 مليون من 50 مليون شجع الاهلي. اليوم اداره الاستثمار والتسويق في الاهلي متفوقه على الزمالك، بدليل برزنتيشن اليوم الشركه الراعيه لفريق الاهلي والزمالك والاتحاد عندما اجت تتعامل مع الاهلي بانه تتعامل مع القمصان وتتعامل مع تسويق اللاعبين، ولكن النادي الاهلي يعزل اسوار النادي ويعزل البث الرياضي، يعزل البث التلفزيوني، بينما الزمالك يعطي الجمل بما حمل. انت ما تروح ترجع وتدافع عن الاهلي. لا انت تقول، لا اتكلم بالارقام، عندك الارقام. انت تقول الان، انت شو قلت الان؟ شو قلت لك؟ رئيس نادي الاهلي، رئيس نادي الاهلي زين هو
رئيس محمود الخطيب شو منصبه خارج النادي يا اخي؟ شو هذا كان يشتغل نائب لحسن حمدي في فتره من الفترات حسن في وكاله الاهرام لل في من 2002 الى 2014. اليوم حسن عبد المنصف هو مش رئيس نادي الزمالك مرسي عطله ما كان في وكاله الاهرام. ليش اليوم صله لما دخلت مع وكاله الاهرام صله بوجود ركان الحارثي رئيس الشركه عندما دخلوا في مناقصه فازوا، ما فازت وكاله الاهرام، فازوا صله بان يضعون علاماتهم وشعاراتهم على قمصان الاهلي. طيب زين، فاذا الموضوع هو كله خاضع لمعايير معينه. هذا يشوف تدليس وتضليل للشارع. قبل ما تروح للاحصاءات اللي هتقراها عشان تؤكد على الكلام اللي انا باذن الله هقوله، يا جماعه التسويق عمليه تجاريه بحته لا تخضع للعواطف. التسويق في حاجه اسمها بير هيد، انا بعمل الاعلان. طيب انا داخل على رمضان، اديك مثلا، انا لما بروح اعمل اعلان عن فيلم او بتاع يوم يقول لي اديني المسلسل الفلاني لاني ده اعلى مشاهده، اعلى مشاهده، وفي الوقت الفلاني لاني ده اعلى وقت للمشاهده. طيب يبقى طالما ان ده اعلى مشاهده واعلى وقت المشاهده يبقى دقيقه فيه اغلى وقت المشاهده، بتتحسب ليه؟ اكبر عدد من الناس قاعدين يتفرجوا على المسلسل ده بالذات في التوقيت ده بالذات، يبقى ادفع كده يا حبيبي ثمن الديه دي. ما جيش المسلسل الثاني يقول لك اشمعنى انا، او يجي برنامج ثاني يقول لك اشمعنى انا، ما بتدينيش نفس السعر ليه؟ لان انت عدد اللي هيتفرجوا عليك ويرتبطوا بيك اقل من هو ده التقييم بير هيد، بعدد الراس يعني، عدد الناس اللي هتقعد قدام الشاشات او في الملاعب تتفرج عليك. طيب النادي الاهلي راح او الاهرام راحت للنادي الاهلي واصرت عليها، لكن الاهرام في وجود حسن حمدي خسرت البيدنج مرتين. خسرته مرتين في وجوده كرئيس للنادي الاهلي. ليه؟ لان في مؤسسات اخرى تنبهت وجات لك برزنتيشن خدت وصلاه خد وكلها بمبالغ اعلى من الاهرام، اعلى من الاهرام بكتير ب 250 الف جنيه، يفضلوا يزيدوا 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 لما تيجي لحظه لو انا عملت اكتر من كده هخش في مخاطره. يبقى اذا لو انا في وده اللي كان بيحصل مع الاهرام قبل كده، لو شلت الاهرام وخدت الشركه اللي بعديه هتبقى اقل منه ب 250 الف. طيب ما هو التقييم هنا مش عند الاهرام لوحده، ده كل الشركات اللي داخله شايفه الاهلي في الحدود دي. يعني ما بتتكلم على 250 الف جنيه من نص مليار، من نص مليار، ها اظن يعني اقل من 2% يعني 2.5%. فانت المساله الكلام لللوك لوك هو حتى بالنسبه للاهرام يا جماعه، ما كابتن حسن اتفضل هكمل لك لسه. طب كابتن حسن بقى له اكتر من 10 سنين 11 سنه بره الاهرام وبره الاهلي، يجي 8 9 سنين 8 سنين. طيب ما زال الاهلي بياخد ده، بالعكس بقى ده الكابتن حسن حمدي من حيائه وحرصه على المصلحه كان بيحاول يعمل نظام داخل اتحاد الكره وفي اللجنه ان كل الانديه تستفيد، فكان ملزم الاهلي بنسبه، كان التسويق جماعي. طيب احسن خدمه تفتكروا مين اللي خدمها للاهلي؟ الاستاذ مرتضى منصور. لما بقى رئيس اللجنه قال لك كل واحد خدم الاهلي احسن خدمه طبعا لانك قال التسويق الفردي. ايوه اللي الاهلي بيتمناه كل واحد ينزل السوق. في التسويق الفردي ايه بقى؟ كل واحد والقيمه السوقيه بتاعته في السوق. هنا ما فيهاش اشمعنى، ما فيش محلين جنب بعض، محل عنده بضائع ومحل عنده بضائع تانيه، لكن الناس شايفه الجوده هنا اعلى بتروح تشتري من هنا، خلاص ده سوق، دي اليه. فاللي يقعد يقول لك اصل وكمان الاستاذ مرتضى ما كان له تجربه لما اتدايم الاهرام وقال لي انت مش بتعاملني ماديا زي الاهلي في فقال لك هيبيع لواحد، انا راح لاغي الاتفاق مع الاهرام ما عرفش ياخد اللي كان بياخده من الاهرام ورجع تاني فاضطر يرجع للاهرام. وبعدين برضه حتى بالنسبه للاهرام يا جماعه، كان الكابتن حسن مدير عام وكاله الاهرام للاعلان، والاستاذ مرسي عطله رئيس نادي الزمالك رئيس مجلس اداره الاهرام، كان رئيس المؤسستين برضه. يعني انتم متخيلين الناس، ما هي دي عامله زي ايه؟ اخر سنتين رئيس اتحاد الكره الاستاذ عمرو الجنايني. اخر سنتين اخي، اخر بطولتين الاهلي خدهم، اخر 100 سنه لا اخر بطولتين الاهلي خدهم في الدوري
رئيس اتحاد الكره الاستاذ عمرو الجنايني اللي هو اشد زملكاوي على سطح الارض ويتقال اصل الاهلي بيتجامل، بيتجامل من عمرو الجنايني؟ طب هو كانت جامل من المشير عامر ولا كانت جامل من حيدر باشا؟ من حيدر باشا ولا كانت جامل من حلمي زموره ولا كانت جامل من حسن عامر ولا كانت جامل من نور الدالي ولا من حسن عبدون ولا الكابتن حماده امام ولا الكابتن نور الدالي؟ كل دول قيادات زملكاويه كان منهم ناس بترأس نادي الزمالك واتحاد الكره في آن واحد والاهلي ياخد البطوله. 95% من بطولات الاهلي في الدوري الممتاز كانت في عهد رؤساء اتحاد كره زملكاويه صرف. وحاولوا الحقيقه بسم الله ما شاء الله. فاكر انت الواقعه بتاعت الكابتن زاموره كحامل رايه لما في مباراه الترام لما الغى القرار بعد الماتش؟ بالظبط، الغى القرار بعد الماتش، قرار الحكم صحيح. لكن تاكيدا او تدليلا على الكلام اللي قاله المهندس عدلي واللي الكابتن ميثم عادل استند اليه، ما هي دي شركات يا جماعه، هي بصيره. لما بعد ما تقول برضه هعلق تعليق اخير، يعني مركز بصيره لاعداد الراي العام، بحوث الراي العام، وده احد المراكز المعتمده من مجلس الوزراء، لما عمل دراسه وقال انه 72% من المصريين اهلاويه و21% بيشجعوا الزمالك، والفئات الاكبر سنا الاكثر تشجيعا للنادي الابيض، و19% من المواطنين شافوا كاس العالم، وهكذا. لما مركز بصيره يقول 72% من المصريين اهلاويه، ده مركز رسمي مش النادي الاهلي اللي قاله. فلما يجي اي حد يتكلم على حجم الرعايه للنادي الاهلي او ميثم عادل يتكلم، هو بيتكلم بارقام. لما شركه صله السعوديه تيجي تاخد حقوق رعايه النادي الاهلي، شركه صله السعوديه للسعوديه جايه من السعوديه، وانا اعرف قياداتها زملكاويه، واخد بالك؟ وحتى بتوع الملابس اللي جم خدوا النادي الاهلي زملكاويه يعني، واخد بالك؟ اقول لك اساميهم بعد بتاع اما جت عملت ايه؟ جابت شركه، جابت ابسوس ونيلسون سبورت وبلند فاير، ثلاث شركات اجنبيه تعمل دراسه للسوق المصري عشان الرياضي عشان يدوا الاهلي كام؟ او يدوا الثلاث شركات الاجنبيه بحوثهم في مصر قالوا لهم يا جماعه ياخدوا الاهلي ولا ما ياخدوهوش؟ مصر فيها 50 مليون واحد مهتمين بكره القدم، ال 50 مليون واحد دول فيهم 40 مليون اهلاوي، دي ثلاث شركات 80% دي ثلاث شركات اجنبيه فخدت الاهلي لوكاله سعوديه، فخدت الاهلي بالرقم اللي هي. طب اقول لك حاجه، طب مشيت صله بالواقعه اللي انتوا فاكرينها، كانت النتيجه ايه؟ برزنتيشن خدت النادي الاهلي بقيمه اعلى، وده كان مجلس اداره النادي الاهلي. كنت عايز اشرح يا استاذ ابراهيم، اتفضل. مين اللي كان نازل قدام صله؟ برزنتيشن والاهرام. الاهرام اللي عايز يعمل الاهلي. فتفوقت على الاثنين. لما حصل المشكله وانسحبت صله، كان في تصور الاهلي هينهار بقى، صله انسحبت. حصل البيدنج بين الاهرام وبرزنتيشن. فكانت النتيجه ان برزنتيشن خدت الاهلي بقيمه اكبر من اللي كانت واخدها صله. ايوه. بحوالي 50 مليون. ايوه ايوه. ده معناه ايه؟ معناه ان الناس بتشتغل على قيمه حقيقيه تسويقيه، مش ما فيش ريحه المجامله. طيب برزنتيشن، من القيادات المهمه في برزنتيشن عمرو وهبي، احد والده احد مؤسسي نادي الزمالك وزملكاوي 100 100، الله ينور. والاستاذ عمرو خفاجي صاحب نظريه ان ما قدرناش نقاوم الاهلي، نقاوم الزمالك هنوقع الاهلي، واخد بالك؟ ورغم كده الاثنين لما اشتغلوا شغل المحترفين اختاروا الاهلي ياخد اكتر، اختاروا الاهلي لان المصلحه كده، مش هيقدر يجامل مهما كانت عواطف. اكتر اتنين في مصر هم معاهم الاستاذ عمرو الجنايني والاستاذ ممدوح عباس، ادي الاربعه دول، الاربعه دول لو بايدهم ياخدوا الزمالك ويدوا له اعلى حاجه في الدنيا. مش عارفين، لان دي اسس اقتصاديه مش مزاجيه، لا عند حسن حمدي ولا عند عمرو وهبي ولا عند عدل القيع ولا عند اي حد، دي اسس، يا تعمل كده يا تخسر. فأعتقد نقفل الملف ده بقى ونطلع على فاصل.